يعقد اليوم رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد نظيف ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لوي زاباتيرو جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات. كان زاباتيرو قد وصل إلى مصر في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها بالرئيس حسني مبارك. تركز المباحثات بين مبارك وزاباتيرو على بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط.